السلام عليكم. شينها هي تايوان وما هي فرق ودحايا جمهوريه شينها هي جمهوريه شينها الشعبية. الاستعداد للحرب في تايوان. To Taiwan reported that Chinese bombers and fighter jets entered its air defense identification zone. صرح الجيش الامريكي اليوم ان مجموعه حامله الطائرات ثيودور روزفلت دخلت بحر الصين الجنوبي. محوشين هو قدنا يا إنه قبسان دونا تايوان ساعده لصورة في حيثدك أوغن بدا كونفريدة شينها وحي هجمد عكيران وانا أرنك كاني ديارين تموقال كان سيئن وحوق أوغانو لباتت عكيران اي شينها يا تايوان ودحيسو ودما كلان اي فراه لصو قلين سيدا مرايكنك طبعا. تفاصيل شلولن كان هدا تاغن وانو إمان دونا لكن ان سؤاشان اسويدينو محيك ليهن شينها يا تايوان مرك أقوه رئيسه أن صاك لبحنا خريرة عالمك مدن وتايوان مجعد الرسمي أهنا وجمهورية شينها مدن وشينها وين جمهورية شينها الشعبية بحبوا لا إن مدى حقنا يسود سويدين يسو جمهورية شينها يا جمهورية شينها الشعبية ما هي كليين قفك بصبارك تايواني جه وطا سدان أي أقو قرن جمهورية شينها هاسنا أي أقو قرن ده تايوان إنك استمر لو أي كترين كلمة جمهورية شينها تايوان كري أي صار بين سدا أوليه وبسيط كان لجلي هي تايوان أي صان صارتي وزارة الرماح جدا تايوان بحليهين وحن كحب سيبنينا شينا نمضى أرن كانوا حموجنا يا طبعا لولن كميشة كتاجن وحن كفانينا أي ليهين إن أن هاي تايوان أرنك شينها هي تايوان وحؤاد أشبهها مدى لبضة كوريا مركي لنعي دقار لقريبة طبعا وقوي شوعية دقال أهان إبرا يكون فر هرمرسن نظام حر أهان كجرو ومركان كهلين لبضة كوريا أرنك شينها هي تايوان إلى هيرو حال ديكرا ومدك لبضة كوريا وكالي مركي لنا دقالها لقريبة شينها طبعا وان نقانا دقالها لبضة حوغن عالمك تايوان نصيدوك لو حكجر دقال حوغن لكن لنا حكمك إيا مامولك كجر شينها أو أه دل شوعية سيدا وقوية كوريا إيا تايوان أو أه دل حرية كجرته أما الديمقراطية سيدا كونفرت كوريا لبضة ذانا واشينيس سيدا لبضة كوري أي ويهين كوريان وحا هدا مدحوينة كأي تايوان هوين إذا لغو مقعابة تساي إن وين مقعد آدنا مقصي هلكان وحين إما دي كدب دورة شهر هلك شينها وكجرو هل حزبي حزب شوعي شينها ضدك كونال تايوان وشينيس وحين كو هادلان افك شينها ايدو اي جيران لهجة كالي ولوغا هاد الجزيرة دا جزيرة دا ادك اوير بدكيدو غارايو صدني لحكونا كيلومتر سكوير يا ججب كان وبدكير قبل كتقدير صدني سيديت كون انتان اي غاريسا مصاحبة اما بدك قبل كتقدير جزيرة دا بوراليدا تقدير كير دقالها دو وكان تضبادي اوين اسيا وانا دقالها كوي لباتنا دي عالم كوين طبعا مناسبة وحنا وقف إلي سنة إن أن سران هل كان هو ذا أصول مريض ضد كون التقدير ضد بدن أيان على الصعدة برعة يصدق له بهاد له أديات أياد السلام الدين تايوان ولقد شين أي أهيد ضد كدجن لو قد يكون هلان وح والبا شينيس لكن كون سجال بقول أفرتني سجال كي شينا وحاك قرحي دجال سكية شيوعيين اي قوميين اسهايو شيوعيين تو وحي قبصدين شينها وين هلك قوميين تون اي قبصدين تايوان لكن لبدا دب وحي اهاين شينايس اهان شي هذا جزيرة كوغان شينها جغرافيا اهان قوميسي يدي كالدوانا اي قبصدي سيدا تشابانيسكا ايا كاني دالاشادة تايوان تان مانتا نغانو وحاجر حكم الى هيرو اك سيدان شاقنيبا ديمقراطية ده قلبيتك كجيرو ee shiinaha cadawga u arko halka shiinahan sidaan wada ognahay uu ka jiro nidaam shuuci ah Taiwan waxa ka jiro dhaqaale raasumaali ah oo aad u xoogan nidaam galbeedka gacansar la leh siyaasi ahaan military ahaan dhaqaale ahaan wax walba sida konfurta Korea kale mar walba oo ay shiinaha iyo Taiwan murmaan isqabtaan waxa khadka soo gal Mareykanka iyo galbeedka kale shalaydan qoyan shiinaha asagoo la hadlaya Mareykanka ayuu yiri dabka ka socda badda konfureed ee shiinaha عدي كعيارتا أيضا كجبانيسو شينها وحمر والبكوع العليا إن تايوان أي تاي قيب شينها كمذا أرنك اللي بعد هذا سي أتكينا أي متغنان ولهان شيها تايوان مت كمذا عيدا مد أجوحوا عن عالمك
جزيرات داسير سيدو كالي كالينتا لبي لباتا ندي كجرتا عالمكا عيدا مدى اقوحوغان عالمكا ولبا عيدا كوهو بيسان هوب عصريا قاليتان كا عيدا كا تايوان او غالي كالينتان لبي لباتانات وحيكاد اقانتاي ان اي كوه ريان لنا عترتيبينتا ساوث افريكا نيجيريا ارجنتين فنزويلا مكسيكو اي حتى وقوي كوريا ايضا لفيريناي تايادا هوبكا اي هايستان تاسو اه ان هدي او شينو دولان كو قادة جزيرة دان او قرحاية داقال لبا داقال حقيقية داقال انا نهين مت هل لنعا انقو اقوليبا او هودا شينها تمتلك تايوان قوة نارية كبيرة رغم صغر حجمها تعتمد على الخدمة العسكرية الإجبارية لتستكمل النقص في أعداد جنودها وتدافع عن نفسها ضد أي اجتياح من قبل من تعتبرها عدوها اللدود الصين. طبعا هدود دقال قرحه إن أوشينه قوصة تايوان ومد وقت كلي أباهن مدان وحقيقة سوغن لكن أي كد ألندونتو مصيبة عالمية سيدا حتى هدى أي خبرة ذليهين دبك كهول آيو بدا كونفريد أشينها سيبتي ديلا صودا في وكدي مقعبد بايدن بيها كونفريد أشينها وحاقاري مركب كديارة دا حنبارة أمريكنك USS روزفلت وحانا حيقاي إن أولولنكو سيهورو مانتا واربعة تلادة دي شرعي هيدين صادفني حكومة دا شينا وحي كل واقضي إن مانتا أو تاريخ دو أي تاي لباطني تدبادة بيشان كوباد إلا صدنك بيشان ومدسد حمالنا أي ممنوع تهي قليتانك خط كدير إلا قعنك تونكن فيتنام أكتيساء سببتو وحاكسو عن دونا وحميشان كدع دونا دولتوس أدوين مارن كان حساسي أيو شينا ويهي ومارن حساسي وحد إيه كرتا لونتا وشينه وحكعونه تريليونات كبضيعات شينها ماشان أيه مران أرن كانوا وحوال بقو أو شينه صاصر انت بضان هل كان أيه مران جوغيتان كبضان آد كمهم كوغاية شينها إن أمريكان كجوغو وحو شينه أو أركا خطر آن لغا شاكين كارين. في عهد الرئيس تشي جينغ بين استعرضت الصين قوتها علنية وبشكل متزايد لم يقتصر ذلك على المناسبة كالذكرى 70 لتأسيسها فحسب جمعيه أن صادفني برلمان كشينها وحو صحيحي قانونا مركب كي كسو حد قدبا بيها شينها إن لدوبان كرو دب كالصاري كرو تاسو إن حتى مراكيب تمرايكنك أي وجه كران دب صارد مشكلة دا إياه إن بدا كونفريد إي شينها أي تاي ميل عجيبة موران بدن ودمدان فلبين ماليسيا تايوان فيتنام بروناي لمان تود ويكولا حايان فود أي كوهايان حدود بديت كودانا محريقنا معينا تاسو إن أنا لا أقول إن ماشاء أقول لما هذا حدود كفيتنام ماشاء أقول لما هذا حدود كبروناي ماشاء أقول لما هذا كان فلبين كان تايوان إيمت كشينا يا ماليزيا لما أنتوت أي مضح إسكولي جيران ولبو حاجة تمر أي تايلان إيو ماليزيا قرق أفولين إن أي دقالمان لنا على تايوان لنا على تايوان قاب نوعية أي أغا جوابين دولاتوس كان وشينو سمينا يو وحي دولاتوس كا شينه أغا جوابين سيدو كالي دولاتوس كالي أو أحمد عركا عيدا كعركا تايوان أي سمي دولاتوس كديمركو مالميه لصودا في أي ديارة ده دقال كشينا سي آن هوري لو أرق أدو المرين جزيرة ده القوة العسكرية التايوانية تتدرب على سيناريو وتأمل ألا يحدث أبدا وهو غزو صيني عبر البحر. رئيسة تايوان تساي إنغ وين تأتي بنفسها لحشد القوات. صدح ذي مالين إلى صادفني مالمه رأين صادفني. ماذا حوينها شينها جينغ بينغ وحكدقي إنه قرح دانا دجال قبو أكله. سيدا متكي ود حيي سوفياتكي إياه قوتها قلبتك. وأنا أركض دانا سيدا يوحنا قدان. مقال كان إنتاني كويجي هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.